وسيطر خالد على عين التمر وفتح هذه المدينة العظيمة بهجوم من فرد واحد من خالد بأسر قائد العرب، تم الفتح. فانظروا إلى السمعة العظيمة والمهابة الجليلة التي ملأت قلوب العرب والعجم من خالد سيف الله المسلول، نجم عظيم يلمع في تاريخ الإسلام. ثم جاءت رسالة من عياض بن غنم رضي الله عنه. كل هذه الفتوحات التي يفتحها خالد في جنوب العراق إلى أن وصل إلى شمال العراق، وعياض بن غنم ما زال في المعركة الأولى عند دومة الجندل ما هو قادر يفتحها. فأرسل عياض إلى خالد: ساعدني ماني قادر. فخالد رضي الله عنه ترك على عين التمر، ترك القعقاع بن عمرو يدير شؤونها وتحرك لمساندة عياض بن غنم. الآن دومة الجندل، جيش الإسلامي بقيادة عياض محاصرها من جهة الغرب، والآن الجيش الإسلامي بقيادة خالد رضي الله عنه يأتيها من الشرق. قائدان يقودان العرب في دومة الجندل. فانقسم جيش العرب في دومة الجندل إلى قسمين: قسم يواجه عياض وقسم يواجه خالد. وفعلا استطاع الجيشان الآن كل جيش أن يقصر العرب الذين في جهته، واستطاع خالد أن يدخل دومة الجندل أولا. سبحان الله، في وقت قصير بينما عياض بن غنم أشهر وهو يحاصرها ما هو قادر. لا تقليلا من شأن عياض، بطل عظيم من أبطال الإسلام، لكن ليس في تاريخ الإسلام بطل صاحب قدرات عسكرية فذة مثل خالد رضي الله عنه. وفتحت دومة الجندل وقتل قادتها وأرسلت خمس الغنائم إلى أبي بكر الصديق. وخالد فور انتهائه من دومة الجندل مرتاح، فورا توجه ورجع إلى الحيرة وحرك القعقاع وأبى ليلى ابن فدكة إلى لقاء جموع الفرس عند الحصيد والخنافس. وفعلا التقى الجيشان هذه المرة بقيادة القعقاع مرسل من قبل خالد، لكن خالد بقي في الحيرة، واستطاع القعقاع أن يهزم جيش الفرس في حصيده والخنافس. بدأ أولا في الحصيد فهزم من فيه، وغنم المسلمون الغنائم، وانهزم العجم إلى الخنافس. فهنا سار له الجيش الثاني بقيادة أبو ليلى مقتفيا آثارهم حتى هزمهم في منطقة المصيخ. كتب خالد إلى القعقاع وإلى أبي ليلى أن يلتقوا معهم جميعا في هذه المنطقة، وتجمعوا هناك وقاتلوا العرب الذين تجمعوا في تلك المنطقة مرة أخرى وهزموهم شر هزيمة. ثم توجه خالد فورا إلى مجموعة أخرى من العرب بقيادة ربيعة بن بجير التغلبي، حيث تجمع بمنطقة الثني التي فتحت من قبل. يعني كل منطقة تفتح يتركون فيها عدد قليل من الفرسان والأبطال يقودونها ثم يتوجهون، فأحيانا هذه المنطقة تنتقض ويأتي إليها من يريد السيطرة عليها من جديد، فترجع الجيوش الإسلامية لتفتحها من جديد. وفعلا توجه إليهم خالد فباغتهم بغارة لم يفلت منها أحد، وسيطر رضي الله عنه مرة أخرى على هذه المناقض الأنبار والثني التي انتقضت، سيطر عليها مرة أخرى. إذن فتحها مرة والآن يفتحها مرة ثانية، فعرف الذين في المناطق الأخرى أنهم حتى لو حاولوا الثورة من جديد سيأتيهم خالد، وهذه المرة سيكون العقاب أشد. الآن فتحت هذه المناطق جميعها، فانطلق خالد نحو الفرات. العرب الآن مهزومين، عرب النصارى حلفاء الفرس، والفرس أيضا مهزومين، والروم جاءتهم الجيوش الإسلامية مباشرة من المدينة، وشعروا بالخطر أن الآن الخطر الأكبر عليهم ليس الفرس وإنما هم هؤلاء المسلمين. ولأول مرة يحدث تحالف في منتهى الخطورة، الفرس والروم والعرب تجمعوا جميعا وتحالفوا جميعا لقتال المسلمين، وعبروا نهر الفرات
إلى منطقة الفراض في المناطق التي هي على الحدود ما بين جزيرة العرب وبين الشام والعراق. في تلك المنطقة تجمع الفرس والروم والعرب، فسار إليهم خالد. الآن قطع كل هذه المسافات من الجنوب إلى الشمال، أن كلها تحت سيطرته، فوصل إليها في رمضان من السنة 12 للهجرة. فأفطر خالد وأفطر المسلمون، وبدأ القتال بين حزب الله وحزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وفعلا استطاع خالد رضي الله عنه بجيشه الصغير في مواجهة هذا الجيش العظيم أن يكسرهم ويهزمهم شر هزيمة بعد قتال شديد بفضل الله رب العالمين، ثم بحكمة وحنكة هذا القائد العسكري الفذ الذي لم يتكرر مثله في التاريخ، خالد سيف الله المسلول. وسيطر خالد حتى على هذه المناطق الآن، ثم أمر بالعودة إلى الحيرة، مسافة طويلة. وكان موسم الحج، بعد ما سيطر دخل موسم الحج، دخل شوال، فخالد أمر الجيش أن يتقدم، وتظاهر أنه في مؤخرة الجيش، وجعل المؤخرة أيضا تتقدم عنه حتى صار آخر واحد في الجيش، وأمرهم أن يكملوا المسير. ثم فعل شيئا عجيبا، ترك خالد العراق وتوجه نحو الحج سرا، وحج ولحق بالجيش قبل أن يدخل الحيرة. لكن طبعا بعض المؤرخين يشككون في هذا، لكن هذا المشهور عند الطبري وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون، كلهم يجمعون على هذا. وفعل هذا الفعل بدون إذن من أبي بكر الصديق، اشتاق إلى الحج وفرصة وما في معارك جاهزة، وهو لا يستطيع أن يصبر بدون معارك، فاستغل الفرصة ذهب إلى الحج، إذا ما في جهاد على الأقل يحج، هكذا رآها. لكن الأخبار وصلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بتصرف خالد. في هذه الفترة كانت جيوش المسلمين تعاني في الشام وتحتاج من يساندها، ورأى أبو بكر الصديق أن خالد خلاص أنهى أمره وبدأ مثل ما يقولون يتبحبح، وبدأ يروح الحج يعني خلاص ما في شيء أمامه. فرأى أبو بكر أن يصرف خالد إلى الشام، قال بعض المؤرخين أنها عقوبة له، وبعض المؤرخين يرى أنه يعني استفاد من هذه الطاقة العسكرية الهائلة التي ما عاد أحد أمامها، فحركه نحو الشام. وخالد ولى مكانه على جيش العراق، جيش المسلمين في العراق، المثنى ابن حارث الشيباني رضي الله عنه، بطل عظيم من أبطال المسلمين ونجم عظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمثنى طبعا جعل الحيرة مركز إقامته، وحرك العيون والجواسيس في كل مكان يرى الأخبار، لأن الآن توسعت الفتوحات، مناطق هائلة فتحت في فترة وجيزة جدا، والسيطرة عليها ليس بالأمر السهل، فلا بد من متابعة الأخبار بقوة. في هذه الفترة كان الفرس قد اتفقوا على ملك يحكمهم بعد التمزق الذي أصابهم، فاختاروا ابن كسرى السابق ابن الزشير شهر يران، كان كسرى جديدا لهم. فهذا الكسرى الجديد فورا وجه إلى المثنى جيش عظيم بقيادة هرمز، ولأول مرة الآن يقود فتوح العراق شخص غير خالد، يقودها المثنى بن حارثة. تحرك هرمز، فلما سمع المثنى بالأخبار فورا خرج من الحيرة وتوجه لمواجهته قبل أن يصل إلى الحيرة، فصار اللقاء في مدينة بابل، وهي بلدة قديمة شرق الفرات، فأقام بها وانتظر جيش الفرس. وفعلا جاء جيش الفرس العظيم بقيادة هرمز، واستطاع المثنى رضي الله عنه أن يهزم جيش الفرس بعد قتال شديد، وهزمه هناك. بعد هذه الهزيمة مات كسرى، وحدثت الاختلافات الشديدة في مملكة الفرس، وانشغل الفرس عن المسلمين.